السلام عليكم والعواشر مبروكه علينا وعلى جميع المسلمين. حنا هادشي هذا اللي كنعملوه من الصغر ديالنا، وحنا كنعرفوا هادشي هذا تشويه د الريوس، وهادشي هذا شفنا الوالدين ديالنا كيعملوه وعملناه حتى حنايا. والناس ديال الحي، الناس كبارين فعاد اللي مثلا اللي غيمشيو مثلا واحد الموطع اللي غيشوطوا فيه، كيجيو لنا هنايا عند الناس ديال الحومه وكنساعدوهم واحد الثمن مزيان. حنا عاوما كنكبروا شي كرشنا وكنكملوا وكنجمعوا وكننظفوا، ما كنخليوش هادشي هذا مسياب. والعواشر مبروكه وشكرا بزاف. السلام عليكم، عواشركم مبروكه، تعيدوا بالصحه ولهنا. حنايا كنقربوا مسافه الناس ديال الحومه ديالنا، حيت كنشوطوا الريوس هنايا كنقربوا لهم مسافه باش ما يمشيوش بعادين. نتمنوا يزول هذا الوباء ان شاء الله. وعاش الملك وعاش محمد السادس. كل عام هادم جدد ديالنا وحنا كنشوطوا الريوس كبروا وكنعرفوا هيدا خاوه. ولكن كنقول لكم تشوطوا الحومات كذا، تكسفوا على الحومات، ما كتعرفوا مع كورونا مع كذا. السلام عليكم، عيد مبارك سعيد، تعيدوا بصحة لنا وطوال العمر ان شاء الله. الله يبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله يا ربي. كيف ما كتشوفوا الدريد الحومة محافظين على التقاليد ديالهم، شوية الريوس الحمد لله كنجبروا ديك الشيء قريب، الدراري كتعد لنا تمام مناسب. ملي كيساليو وكيجمعوا الدنيا كينيطويو وكل شيء، الحمد لله الدراري معاونانا بكل شيء، نشطانين مع راسهم وهذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم، عيد مبارك سعيد. كيف ما كتمناو ان شاء الله بطول العمر. كما كتشوفوا كنعملوا تشويه الدوري كل عام مصور ديالنا كامل، حنا كنعملوه. حنا كتشوف الدراري نشطانا وحامله الخدمه ديالها، الدراري كامله تدي التحيه ديالها وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.